انت بقى ما شاء الله عندك توأم وهم عندهم 5 سنين دلوقتي، انت بقى ابتديتي البيج دي من حوالي 3 سنين، فكان خلاص بقى عندهم 2 سنين، عشان انت مريتي بسنتين كنت ايه بقى؟ كنت حاسه انك محتاسه، فحسيتي ان اتعلمتي منهم حاجات فعايزه تفيدي الناس التانيه ولا طبعا. انا في الاول تخيلت انه لا يا جماعه 2 ايه تتخرجوا ولا ايه، انا دي غلط سونار ده غلط يا دكتور، اصل داخله اوفر يعني عرض مثلا ولا ايه. فطبعا الموضوع في الاول كان يخض خضه، وبعدين انت بتبقي ام لاول مره، فاوريدي ان الواحد يبقى ام لاول مره دي تجربه جديده جدا. انت بتعملي بقى التجربه دي في 2، صح؟ فاللي هو اول مره فعلا، يعني هي شعور مشابه جدا لاي ام بتمر بالتجربه دي لاول مره. وحسيت انه طب انا اعمل ايه بقى عشان ما معكش الدنيا في 2 يعني مرتين. فقعدت كده يعني اشوف شويه الاطفال دي ايه، يعني بيشتغلوا ازاي، يعني مخهم بيشتغل ازاي، الكتالوج فين. وبعدين اكتشفت بقى عالم من البني ادمين نفسهم، يعني هي البني ادمين نفسها بتفكر ازاي، انا وانا كبيره ازاي، ايه تصرفاتي اللي جايه من ساره وهي صغيره. فقعدت حللي اصلا طفولتي نفسك. انا ليه في الموقف ده بتصرف بطريقه فلانيه، عشان وانا صغيره يعني اهلنا طبعا عملوا كل اللي يقدروا عليه باللي هم يعرفوه، ولكن ممكن يكون انا تعرضت لموقف معين، اتعاملت حد اتعامل معايا بطريقه معينه، فادى الى انا دلوقتي وانا كبيره. فيعني صح، فهو حقيقي عالم الاطفال فعلا، الواحد بيفهم الكبار لما بيفهم الاطفال يعني. صح صح، انا بيعجبني محتواكي جدا برضو لسبب مهم، ان انت بتدرسي مخ الطفل ده. في طلع ان في عالم كامل في الموضوع ده، يعني مثلا احنا بنتخيل مثلا ما طفل بيبقى بيعاند في حاجه او حاجه عاجباه ومش عاجبانه ومتدلع بقى ومش عارفه ايه، ده طلع لا، ان في اسباب علميه لتصرفات كتير. يعني مثلا مش راضيين ياكلوا البسكوته دي عشان طرفها مكسور، تحسي ان هو متدلع. الموزه الموزه لا مفعصه، قشرتيها مثلا، البسله لونها اخضر، ما هي خضراء، لا مش وتبقي حاسه ان هما لا ده دلع، ايه المياصه دي. بس طلع ان في علم ورا كل حاجه احنا بنشوف ان هم متدلعين، بس لا في علم ورا. احكي لي بقى ايه السبب، ايه الاسباب الحاجات دي؟ كل حاجه ليها تفسير في تصرفاتهم. انا طبعا حابه اقول الاول ان انا مش دارسه دراسه اكاديميه، يعني انا اخذت شويه كورسات كده اونلاين، ولكن انا مش دارسه دراسه بشهاده. وبحب دايما اقول للمتابعين بتوعي كده، يعني انا بديكم المعلومه انتوا تقلبوا فيها ورايا، يعني تنكش مخكم كده في حته تروحوا تقلبوا فيها ورايا. فكل حاجه ليها تفسير، بالذات موضوع ان الاطفال ما بتعرفش تفرق ما بين الخطر اللي بجد وخطر ان البسكوته مكسوره. يعني احساسهم تفريق الخطر، لان ده بيعتمد على نمو اجزاء معينه في المخ، ما بتبقاش كامله النمو او ناضجه تماما في الاطفال لحد سن كبير، يعني لحد مثلا يعني من واحد مش عايزه اقول لك 21 سنه يعني بس يعني طبعا الموضوع بيبتدي ينضج بالتدريج. فالطفل الصغير بالنسبه له انه لو حاجه هو عايزها وما حصلتش ده خطر، يعني بيهدد بقى يعني حياته دلوقتي كلها. فالاطفال محتاجه دايما تحس بالامان، دي الحقيقه، ودي ده التحدي. انه علشان الاطفال تبقى اشخاص اهدى لازم احنا نبقى اشخاص اهدى، وهو ده هو ده الصعب، هو ده التحدي. مع الاسف كتير مننا بنقول حاجه بس بنتصرف تصرفات تانية، لان احنا يعني كتير مننا لان الطريقه اللي احنا بنتربى بيها بتتحفر في دماغنا، يعني احنا بنتعلم كل ردود الافعال من طفولتنا. فحتى لو انا عارفه كده وانا قاعده ومتشيكه كده انه المفروض لما ابني يعمل واحد ارد عليه باثنين ثلاثه، احيانا في تحت الضغط والتعب وكده الواحد بيرجع لردود فعله اللي مخه متعود عليها. فهي محتاجه تمرين زي اي تمرين في الدنيا، محتاجه تمرين ومحتاجه تكرار وتعود ومحاوله.